بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من AUC Observer. طبعا هنبدأها بالعديد من تقاريرنا من مراسلينا في كل مكان في مصر، وفي النهاية بيكون معنا حوار مع سارة سيف معاون وزير الدولة للإعلام. بس خلونا الأول نبدأ بالتقارير. يعتبر الحمام من أكثر الطيور الصديقة للإنسان ويشتهر بسهولة تربيته. معي أنا سأقربكم أكثر من أنواع الحمام المختلفة في مصر وطريقة تربيتها في التقرير التالي. أنا اسمي إبراهيم راضي، ليا النهارده 23 سنة بربي حمام. الموضوع بدأ معايا كان وأنا في تالتة إعدادي. أفتكر كان في واحد جالنا زيارة من البلد وكان جايب معاه 10 حمامات للذبيح. فبابا قال ساعتها سيبوهم في البلكونة شوية العيال يلعبوا بيهم وبعد كده نذبحهم بعد يومين. ومن ساعتها ما اتذبحوش، ومن ساعتها وإحنا مشغالين في الموال ده لحد النهارده. الكلام ده كان سنة 97 لحد النهارده 2020 بربي حمام. معظم الحمام اللي انا بربيه، الانواع اللي انا بربيها هنا اللي هو حمام الغيه، اللي هي الانواع المصريه الاصيل. حمام الغيه دوت اللي يمكن الناس بتشوفه كده واحد واقف بيصفر وبيشاور ومفكرين هو بيعمل كده وخلاص، ده موضوع مش بالبساطه دي، ده موضوع معقد جدا وله خطوات طويله. طيران الغية، طيران الغية ده اسمه النش، يعني انا اللي كنت شايفين وانا بعمله ده كده انا اسمه واقف بنش. بيبدأ الموضوع من الحمامة وهي لسه زغلول، اول ما تبدأ يعني يعرف يطير من هنا للسور كده او يا دوبك يتنطط كده، نبدأ ناخد الزغاليل ديت وبنجمعهم مع بعض. اكون مجهز زغاليل اسمها طريحة، طريحة يعني مجموعة زغاليل من عمر واحد، وابدأ احطهم في المطار، اعزلهم عن اهاليهم واحطهم في المطار. المطار ده اللي هو الجزء اللي بيتعلموا فيه وبيبداوا ياخدوا التدريب بتاعهم. بعد كده ابدا اعلمهم يطيروا مع بعض. يعني ايه؟ انا بسيبهم الاول ياخدوا على المكان خالص علشان ما يسيبوش ويتخضوا ويروحوا يقفوا في مكان تاني. ببدأ بعد كده أهشهم هش يطيروا وبتاع ويتخضوا وينزلوا ويرجعوا المكان بتاعهم تاني. بعد كده أبدأ أدرج عليهم دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق أربع دقايق وكل الكلام دوت لحد ما صحتهم بتزيد معايا، لحد ما يبقى مثلا الفرد عنده حوالي عمره 4 شهور يبدأ أميز الذكورة من النت. الحمام اللي بيطير عندي دول لازم يكونوا كلهم ذكورة بس، ما يطيرش معاهم نتي عشان اخلاقه ما تبوظش. وبرده في نفس الفترة انا بشوف الحمام اللي لياقته مش كويسة بعزله، يعني انا قاعد في الفترة دي طول ما هو زغلول وقاعد بيكبر معايا يبقى شاب، اللي بتظهر نتاية بعزلها، اللي بيظهر ان هو مجهود وضعيف ان هو مش ماشي مع الحمام بعزله، او بيبقى له ادوار تانية اللي هو اللي بيطلع متأخر، لحد ما اطلع في الاخر مع عمر 6 شهور. 6 شهور ده سن البلوغ للحمام. دول كده بدأ يبقى اسمهم فرد، ما كان اسمه الأول زغلول وبعدين شاب، دلوقتي بقى اسمه فرد كبير. معظم الأنواع اللي عندي هنا، طبعا عندي أنواع كتير، الحمام المصري. الحمام المصري في أنواع بتتربى في مصر بقالها مئات السنين وفي أنواع مصرية أصيلة. الأنواع المصرية الأصيلة اللي لا خلاف على مصريتها الحمام المراسلة المصري والحمام الصافي، أحمر غزار، أكوال غزار، مرقع غزار، عنبري أسمر، والقطقاطي. أنا بحط أنا من عندي كمان فوق دول القطقاطي.
اسمه بواز، من الانواع الجميله برضو في الطيران وكل حاجه، والناس اللي بتحب تربيها، بس ده اصله من بلاد الشام. ده يعني في ناس بتقول ان هو دخل في الوقت بتاع المماليك، وفي ناس بتقول ان هو حمام مصر اصيل. النوع اللي في ايدي ده اسمه أبلق سكروتا. عباس بطلة منتخب مصر البارالمبي للسباحة، أول وأصغر سباحة عربية وإفريقية تتأهل للبارالمبيات ريو دي جانيرو عام 2016. نتعرف على قصة نجاحها وكيف تستعد لبارالمبيات طوكيو القادمة. التقرير التالي مع رحاب إسماعيل ومعها التفاصيل. Another African record. Well, I haven't too big. Thinking a silver medal there. That African record time of 1:22.97. It's great to win medals, but it's great to win them when you're personal best. And what a cheer for the champion! Yanni! أنا اسمي أيمن عباس، كابتن منتخب مصر السباحة البارالمبية، عندي 20 سنة، صاحبة أول ميدالية عالمية في تاريخ السباحة النسائية في بطولة العالم في المكسيك 2017، وصاحبة أول ميدالية دولية نسائية في تاريخ السباحة البارالمبية في أسبانيا، وأول وأصغر بنت تتأهل في بارالمبيات ريو دي جانيرو، وإن شاء الله مؤهلة لطوكيو 2020. انا بادئه سباحه من 2006، كنت ببتدي في الاول علاج مائي، وبعد كده ابتديت ان انا العب بطولات محليه في 2008، بقيت العب سباحه سنه يعني من 2008، وبعد كده دخلت المنتخب في 2014، ابتديت العب دولي من 2014، بعد كده دخلت اول اولمبيكس ليا في 2016، وان شاء الله تاني اولمبيكس ليا هتبقى السنه الجايه، ودخلت لغايه دلوقتي الحمد لله 3 بطولات عالم. من 2011 2012 كان الموضوع ان انا ابتديت بقى انزل بطولات كاس مصر، قبليها ما كانش فيه بطولات كاس مصر، فكاس مصر من وقتها انا خدت كاس احسن سباحه 5 مرات، فقررت انه لا ناخد الموضوع جد، ابتديت بقى اركز اكتر ان انا اتمرن، بعد كده الحمد لله جت تصفيات المنتخب كذا مره، ودخلت المنتخب في 2014 وابتديت من 2014. اللعب بره غير اللعب هنا، الاحتكاكات مع الناس البروفيشنال اللي بره، وانك تشوفي ازاي بيتعاملوا، وازاي نظام شغلهم في التمرين، وازاي الفتنس شغال، وازاي النظام الغذائي شغال، وازاي حياتهم كلها شغاله، موضوع مختلف تماما عن انك بتلعبي محلي، فانك تلعبي بروفيشنال موضوع مختلف، فكان برده فكره انك تقلبي حياتك بقى لكده موضوع صعب. طبعا بقى السبونسرز، طبعا يعني فكره انه ما بيبقاش فيه برضو السبونسرز مركزين على الاسواق بس، مش عارفين ان هو لا وي كان دو ات، ان احنا يعني هم ممكن يسبورت البارالمبيكس. فكره ان انا الاقي سبونسر معناها ان هو بيقدرني، ان هو شايف ان انا السي في بتاعي يستاهل، ان انا استاهل سبورت. فانا بالنسبه لي سواء دعم الميديا او سواء دعم السبونسرز، بالنسبه لي سايكولوجيكلي اهم بكتير من الفاينانشلي. اذا اقول لمامتي شكرا على كل حاجه، يعني لولا ان هي كانت بتساعدني وبتدعمني ومعايا في كل حته، ما كنتش هبقى موجوده هنا. طبعا من اكتر حاجات نفسي فيها ان انا اجيب ميداليه في الاولمبيكس في طوكيو 2020، دي من اكتر حاجات اللي نفسي فيها دلوقتي.
الحاج عفاف تدير أعمال مخبز صغير بالسيدة زينب وسط ستة رجال ينفذون أوامرها وتعليماتها. منا فاروق معاها التفاصيل. ما مش مقدرة قلت ان انا معلمة وكلام من ده وصاحبة شغل، بس في الجد جد والشغل شغل والضحك ضحك، انما قلت كله كده لا سايب في سابق. في مخبز صغير بحي الخليفة احد الاحياء الشعبية بالقاهرة تقوم الحاجة عفاف البالغة من العمر 70 عاماً بإدارة العمل بالمخبز وسط ستة رجال يعملون تحت رئاستها وينفذون أوامرها. الست موظفة زيها زي الراجل، مدرسة زيها زي الراجل، ضابط زيها زي الراجل، في الطيران زيها زي الراجل، في البحرية زيها زي الراجل، جت على الفرن؟ لا ما جاتش زيها زي الراجل. الحكاية بدأت عندما مرض زوجها مرضاً شديداً أقعده عن العمل، فما كان من الحاجة عفاف إلى أن ارتدت جلباب زوجها ونزلت إلى المخبز لتقوم بعمله وتمارس مهنة شاقة تتطلب الكثير من الجهد. كان شغلته إيه مثلاً؟ فرن، ما كانش مش قادر يقف، مش قادر يشتغل، أنا اضطريت وقفت عشان أربي ولادي وعلي. بصوتها العالي وشخصيتها القوية أصبح الرجال العاملون بالمخبز يهابون الحاج عفاف وينفذون تعليماتها بكل دقة حتى لا يتعرضون لعقابها الرادع. في الجد جد والشغل شغل والضحك ضحك، انما قلت كله كده لا سايب في سابق، شغل شغل، اشخط حاجه وحشه مش عجباني حاجه في الشغل مش لازم اتكلم فيها، لكن الاكل مع بعضنا عادي، ككلام بنتكلم مع بعضنا عادي. ما اقدر اقولت ان انا معلمه وكلام من ده وصاحبه شغل او كلام، لا كلنا سواسية، ناكل مع بعض نشرب مع بعض واعمل لهم اكل هنا طول شهر رمضان، افطر معاهم هنا. صعوبات كتيره، صعوبات مثلا صنايعي ما جاش، كنت انا بسيب ما فيش عجان، انا اللي بقف اعجن وبقرص وكده، فيش فران، انا كنت بخبز، ده الصعوبات يعني أرس وانزل أغبس خلص أطلع أرس وانزل أغبس، كل ده كان عشان أخاطر أوفر قرش لعيالي. وعلى الرغم من أن عمال المخبز يهابون الحاج عفاف إلا أنهم في الوقت نفسه يحبونها ويعتبروها أما لهم. أم كوثر بتعاملنا بما يرضي الله، يعني ما بتحسس إن الواحد إن هو شغال عندها، لا يعني هي بتعاملنا فعلا إن إحنا كلنا أولادها، لو في حاجة حتى لما يبقى في حد عنده مشكلة بيقعد يتناقش معاها بياخد رأيها. جيت الفرن دي كان عندي 13 سنة، جيت هنا لقيت الست دي هي اللي واقفة تخبز تقرص تعجن، هي اللي شغالة كل حاجة، كانت ممكن ما تأكلش ابنها وتأكلنا إحنا، يعني مش عارف والله اقول لحضرتك ايه على الست دي، فعلا الست دي مش هنعوضها تاني ولا نعرف نجيب ام تاني زيها. بقالي هنا مع الحاجة اكتر من 30 سنه، فبمثابه ام لينا، مش واحد شغال مع واحده، فهنا العلاقه بقت علاقه وطيده في كل شيء، مش مجرد شغل بس، لا يعني دي ست يعني ما كانتش بتاثر معانا، بتقف معانا في كل حاجه، مش في الشغل بس، في كل حياتنا بقى الشخصية العائلية، أي مشكلة كانت بتقابل الواحد كانت بصراحة كانت هي أول واحدة بتقف معايا في أي ظرف. بصبرها وتحملها استطاعت الحاجة عفاف تعليم أبنائها الخمسة، هذا الحلم الذي طالما تمنت أن تحققه لنفسها، ولكنها لم تستطع وهي صغيرة بسبب رفض والدها.
كان نفسي اتعلم حتى اكتب اسم. حاولوا العيال ولادي يقولوا لي ويكتبوه لي واكتبه مخ طحين. انا ابويا لما اخذ قدم لي اخواتي متعلمين قدم لي وكله عشان 20 يوم زيادة. نظر بتقول له دي كبيرة 20 يوم. زعقوا سوا راح مسك الورق مقطعه ومش داخلة يا ستعجي خطر. فضعت انا في وسطي لكن انا اخواتي متعلمين. اللي زي حالتنا بقى ايه؟ ايه مظلوم ومش مظلوم؟ مظلوم ما تعلمناش، مظلوم شغله يعني هي اساسا بتاعت رجاله بس انا خلاص وقفت فيها مانيش بقى مت ولا هي ولا ليا ايه؟ باب رزق اللي هو بس. ست بألف راجل هكذا يرى كل من يعرف الحاج عفاف، فهم يروا أنها استطاعت أن تتحمل الكثير من المصاعب التي لا يقوى على تحملها الرجال. Beyond Athletics هو معسكر ليوم واحد في الجامعة الأمريكية لتعليم الطلاب الدوافع والقيم وراء الرياضة وأيضاً القيام بأنشطة النمو العقلي. سلمى علي معها التفاصيل في التقرير التالي. الهدف من اليوم النهاردة ان احنا نشتغل على فكرة التيم بيلدينج اند تيم ورك وعلى المينينج في الجولز that's behind athletics and it's behind the journey اللي كل واحد من الاثلاتيكس تيم بيعدي بيها والاكسبيرينسز اللي بيعدي بيها. نمبر فريت اوكي. فكان هدفنا ان احنا نطلع بفكرة لعبة it's called the big hunt. كل الاثلاتيكس تيمز بيتقسموا انتو سيبريت تيمز، كل تيم بيشتغل على سيرتن ماب. الماب دي بتوصله تو اكلو، الكلو بيوصله لان اكتيفيتي بيلعبها بيطلع منها بالنكست كلو اللي لما بيحله بيفضل يوصله تو سيت اوف 6 تو 8 كلوز في الاخر بيوصلوه في الاخر لاتريجر المفروض انه يوصلوا له لما all the teams they collaborate together فيقدروا يوصلوا ل the meaningful goal behind winning and behind competition. الايفنت ده الثيم بتاعه بيريفولف حوالين beyond athletics beyond sports ايه السبورتسمانشيب وايه الفاليوز وايه الكواليتيز البيرسونال كواليتيز الستودنتس سبيسيفيكلي الناس الاثليتيك ستودنتس المفروض انها تبقى عندهم. كل ده بيتعمل من خلال lots of activities و team building event بنحاول ان احنا ندخل فيها ال learning وال set of skills and competences and the values that we need them to acquire من خلال ال event ال team building event وال games وال stimulation وال reflections وكل الحاجات اللي هم محتاجين ان هم to open up and to step out of their comfort zone in terms of overcoming كل ال personal challenges that they might be facing beyond playing sports. هدفنا ان احنا لما نعمل الجيم بتاعة البيج هانت ثيم نوصل بيها لفكرة الكولابوريشن وال تيم ورك اللي بيوصل والفاليوز كمان اللي بتوصل لحاجات اعلى بكتير من فكره ان احنا بس نكسب او نبقى وير كومبيتينج توجذر. الفكره كمان ان كل واحد من التيم ممبرز اللي موجودين وبيلعبوا في الجيمز والاكتيفيتيز بيبتدي يكتشف سبيسيفيك سيجنتشر سترينث في نفسه بتساعد التيم ميتس بتوعه ان في كل جيم يبقى فيه حد هو اللي عنده الاريا اوف سترينث اللي نقدر يوصل بيها انه لما يتجمعوا مع بعض كل الارياز اوف سترينث دي هي دي اللي بتبين لنا الهدف الكبير المينينجفل ورا التيم ورك. اكل يا جدعان فبيبتدوا يكتشفوا هيدن ابيليتيز عندهم و part of it مش شرط ان الانتليجنس يبقى مربوط بالاكاديميك بيرفورمانس. We have lots of intelligence. حاجة منهم ال social intelligence, the emotional intelligence, the talents اللي موجودة already عندهم ممكن ما يبقوش عارفين عنها أي حاجة خالص. إحنا كل الحاجات دي بنحاول إن إحنا نخليهم to discover
in a more meaningful journey الملكات اللي عندهم والمهارات اللي عندهم اللي ممكن ما يكونوش اكتشفوها من خلال الاكاديميك بارت او السبورتس بارت. في another session فيها ازاي to build resilience, ازاي when we fail and when we lose we just need to have that growth mindset ان احنا we accept failure, we accept losses, we accept some painful emotions في حياتنا لان ده جزء من الexperience. ف it's a journey فيها ups and downs وفيها challenges وفيها lots of meaningful things that could be part of it. ممكن تبقى حاجات painful وحاجات فيها خسارة بنخسرها في حياتنا بس بتقاد للidentity بتاعتنا وبتقاد لتكويننا وبتشيب الresilience والstrength اللي ممكن تخلينا ان احنا نpursue other meaningful goals في حياتنا based على الثيم كله. في award في الاخر خالص ان الثيم اللي هيكسب ما بين different competitions اللي سات ما بينهم وما بين بعض ان هم يكسبوا خالص, يكسبوا في اخر الcompetitions. أكاديمية الأمل هي أكاديمية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الأعمار, بتهدف لدمج الأطفال والشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر عدد من الأنشطة البدنية واللغوية والعلمية المختلفة. المزيد في التقرير التالي مع نوران نور. هنركب أحلى ولد دوا. جميل يا أكاديمية الأمل, أكاديمية متخصصة للأطفال والشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تهدف لتأهيلهم لسوق العمل عبر تدريبهم على عدد من المهن المختلفة التي تتناسب مع قدراتهم عبر عدد من الورش العملية مثل ورش النجارة والموسيقى والحاسب الآلي وإعادة تدوير الورق وغيرهم. أهلا وسهلا, أنا اسمي غما جوهري, أنا بجي هنا كل يوم وبعمل حاجات كتير. أنا بحب أعمل حاجات هانجوين هانجو. أنا بجي هنا عشان أشتغل, كنت بعمل إيميل وكنت بعمل تايبين وبنزل حاجات للتيتشر. في إطارين إحنا ماشيين جواهم, يعني اللي هو تأهيل الطالب إنه يبقى معتمد على نفسه في احتياجاته الأساسية الشخصية كالسيلف هيلب أو رعاية الذات أو إلى آخره. الحاجة التانية إنه بنأهله الوظيفة أو يشتغل في مكان بعد كده. يعني لما ابني بقى عنده 18 سنة فوجئنا إنهم بيقولوا إن خلاص قانوناً إن بعد سن 18 ما بيبقاش في ولاد سبيشال نيد موجودين في المدرسة وإن التعامل بيبقى مع السن الصغير. كان قدامنا حاجة من الاثنين, يا إما هنيأس وخلاص ولادنا يقعدوا البيت, يا إما يبقى عندنا أمل ونعمل حاجة لولادنا تنفعهم. لو أنت سألتي نفسك أنا شفت ولد سبيشال نيد آخر مرة إمتى؟ شفته في بنك, شفته في شركة, شفته في سوبر ماركت بيبيع, شفته بيشتغل, مش هتلاقي نفسك شفتيه. المفروض ان قانون العمل بيقول ان هي اي هيئه او مؤسسه 5% من العاملين فيها بيكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصه, بس هي تكمله القانون للاسف ان الغرامه اللي صاحب المؤسسه لو ما عملش كده تبقى غرامه تافهه تقريبا حوالي 100 او 150 جنيه. فصاحب اي مؤسسه او اي عمل بيدفع الغرامه وما يتحملش عبء ان هو يشغل حد من ذوي الاحتياجات الخاصه عنده. مع ان انا لو كلمتك عن ذوي الاحتياجات الخاصه في العمل هم الاكثر انتاجا والاكثر التزاما من النور, بس محدش واعل ده. ويشمل التأهيل المهني العديد من التدريبات الحركية والأكاديمية واللغوية, كما يتم عرض وبيع المنتجات التي يصنعها الطلاب في معارض مختلفة. وتحلم مي بإنشاء ورشتها الخاصة لصناعة الحلي, بينما يتم تأهيل مروان لعمله في شركة إعلانات بدءا من هذا الشهر.
My work colleagues at in Sola are Yusuf, Lamia, and Zena. Yusuf and Zena sometimes email me with any work that I have to do. I do designing. I go to all your designs. أنا كان نفسي أفتح محل أكسسوارز. أنا هو مسؤول جزء له نعمل أكسسوارز لسه. بنحاول كمان دلوقتي إن في ولاد منهم اللي يقدروا يشتغلوا في مكان، بنحاول نسعى لده إن هم يشتغلوا في أماكن. فده بيخلي الولاد يعني تختلف جدا نفسيا. ابني مثلا كان بيخاف يخرج، بيخاف يقعد مع ناس، بيخاف من الحاجات دي. دلوقتي خلاص بقى الموضوع عادي جدا، بقى يخرج بسهولة، يروح يقعد في مكان بسهولة، بقى متعود على الناس، ما بقاش بيخاف. كل الحاجات والمنتجات اللي الولاد عملوها بنروح بيها وبنروح بالولاد وبيبيعوا الحاجات دي، فبيعرفوا ان اللي احنا بننتجه ده احنا بننتجه وبنبيعه، مش بس احنا بنعمله ولا بنلعب بيه هنا وخلاص، لا احنا بنبيعه. بياخدوا فلوس، في ولاد منهم خلاص فهموا يعني ايه وفلوس وكام. احنا لازم نغير صورة ذوي الاحتياجات الخاصة عند المجتمع كله. لما بنطلع كوميونيتي احنا بيضايقنا جدا جدا ان الناس بتلاحقنا بعيونها، يعني اللي بتتعاملوا معانا معاملة المتفرج. لا يا جماعة، ده احنا ولادنا دول اولى بالاهتمام واولى بالرعاية، ويدخلوا اي مكان يزودوا ما يقللوهوش. تتجاوز نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر 11%، مما يستلزم العديد من الجهود والمبادرات المجتمعية لدمجهم وتوفير أقصى سبل الرعاية والدعم. نور النور، تلفزيون الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ودلوقتي انتهت تقاريرنا من مراسلينا في كل مكان في مصر، ونروح لحوارنا مع سارة سيف، معاون وزير الدولة للإعلام. ابقوا معنا. مرة تانية وضفتنا واحدة من أصغر ممن عينوا حديثا هذا العام في وزارة الدولة للإعلام كمعاون لوزير الدولة للإعلام. سارة سيف التي تبلغ من العمر 24 عاما فقط لم يمنعها عمرها الصغير من الحلم وتحقيق هذا الحلم. سارة سيف، أهلا بك يا سارة. أهلا بك، نورنا النهاردة. شكرا شكرا. مبسوطين طبعا أن أنت بنت الجامعة الأمريكية أولا وأخيرا وفي هذا المنصب الكبير. ربنا يخليك. ألف مبروك. قلتي في أحد لقاءاتك، أو كان ريبورت منشور عنك كده، الجامعة الأمريكية طبعا اللي نشرها، أن أنت المنصب ده كان هدف ليكي وحلم في يوم من الأيام. قولي لنا إزاي شوية واشتغلتي عليه إزاي لحد ما تحقق. بصي، هي الفكرة كلها أن المناصب دي بتبقى رزق من عند ربنا عامة، يعني الواحد بيعمل اللي عليه والنتيجة بقى دي بتاعت ربنا. فأنا الحقيقة يعني الوزارة كانت لسه جديدة، فحسيت ان فيها potential ان الواحد يقدر يوصل فيها لحاجات كتير نفسه فيها. فحسيت اللي هو ايه، طب انا هشتغل على نفسي، هثبت نفسي كويس قوي، هشتغل على نفسي كتير جدا جدا جدا. وبجد كنا بنشتغل كتير قوي، انا كنت بشتغل بال 12 و13 ساعة لحد ده قبل المنصب ولا قبل المنصب؟ قبل المنصب. قبل المنصب. آه. وكنت لقيت كل يوم الملفات بتاعتي بتزيد بتزيد بتزيد، لحد ما في يوم من الايام لقيت معايا الوزير بيقول لي ساره انا عينتك كمعاون للوزير. ما شاء الله. بس احنا عايزين نعرف برضو يعني دخولك اصلا للمنصب انت كنت بتقولي ان انت بتديري الازمات او صح. وحده الازمات في الوزاره عندك صح. 23 سنه. لا انا عايز اعرف البدايه دي اصلا كانت ازاي. الفكره كلها ان كان في فرصة لحد يشتغل في إدارة الأزمات في الوزارة، وأنا ما كنتش عارفة أي حد في الوزارة، ولا كنت عارفة المستشارة، ولا كنت عارفة الوزير، ولا كنت عارفة أي حد. فروحت عملت لقاء مع السيد الوزير ومع المستشارة، وتحت كنت تحت ضغط كده أن أنا أعمل كذا تاسك وكذا حاجة، بحيث أنهم يشوفوا أنا كان المؤهل بتاعي ينفع أن أنا أخذ البوزيشن ده ولا لا. أه. وبعدين جات من عند ربنا، يعني ربنا وفق يعني. سبحان الله. يعني طبعا شيء جميل وبيدعو للتفاؤل، وخصوصا في ظل السنه طبعا. 2020 السنه يعني الصعبه على معظم الناس. لكن هل كان وصول لمركز زي ده او منصب زي ده كان سهل؟ ما فيش عقبات؟ ما كانش في مشاكل؟ كان في مشاكل وكان في عقبات وكان في كل حاجه زي اي منصب في الدنيا. يعني اولا انا سني صغير جدا، فطول عمري بتهاجم على سني الصغير، لان يعني كان دايما يقال لي ان ما عندكيش الخبره الكافيه انك توصلي او تحققي كل حاجه. بس هو الحقيقه لما كنت مدير مركز الازمات اثبتت ان انا اقدر اعمل حاجات كتير قوي بالرغم من سني الصغير.
فبالتالي بقى لما اخدت المنصب الثاني الاكبر منه يعني ما بقاش حد يقول في طبعا ناس بتقول بس ما بقاش كل الناس بتقول ان انا ما اقدرش لان الفكره انك تثبتي نفسك في حته معينه عشان تخش على الحته اللي وراها. صحيح بيبقى تثبيت اقدام صحيح في مراحل مرحله بتودي لمرحله تانية. صح. لكن هل ممكن تقول لنا مثلا ايه هي ابرز ازمه قدرتيها او حليتيها او بصي انا ما اقدرش اقول ان انا حليت ازمه لوحدي هو دايما احنا هدف المركز الازمات ده ان هو يرصد كل ما هو ازمات النهارده والحاجات المحتمل ان هي تكون ازمات بكره وبعد كده بنحط توصيات والتوصيات دي معالي الوزير هو اللي بياخدها وهو اللي بيدير الازمه فانا ما اقدرش اقول ان انا درت ازمه لوحدي هو طبعا اي حاجه اللي بيدير الازمات هو معالي الوزير بس اللي انا اقدر اقوله ان احنا كنا بنبقى دايما الخطوه اللي هي بترصد وبتحلل وبتحط توصيات للوزير ان هو يقدر ياخد اي خطوه بعد كده. طب عظيم يعني انت قلتي حاجه مهمه دلوقتي قوي بتقولي ان احنا ممكن نتنبأ بالظبط ده جديد على فكره عندنا في مصر طبعا. وعلى حكوماتنا طبعا. مش ما كانش موجود صح لا المركز ده معالي الوزير هو قرر ان هو يعمله ويعمل اول حاجه في الوزاره قرر ان هو يبنيها هو مركز الازمات ده لان المؤشر بتاعك دايما بيبقى من التواصل الاجتماعي من السوشيال ميديا لما الخبر بيبقى على السوشيال ميديا بتحسي ان هو ايه قبل ما يكتر تعرفي الحقيقي تشوفيه بسرعه في هنا هتحصل مشكله كمان ساعه فلازم نبقى عينينا على طول على السوشيال ميديا ونشوف هي يعني اتجاهاتها ايه عشان نلحق ننبأ بسرعه ان احتمال هيحصل ازمه في الحته دي بس وده اللي بيحصل فعلا. طب ما تقول لنا مثال كده نفهم اكتر. مثال مثلا مش فاكره كان في ازمات كتير قوي طبعا ده حاجات كتير قوي طبعا ازمات كتير قوي حصلت بس طبعا اغلبيتها كانت على الكورونا لان احنا المركز ده بدا مع الكورونا ايوه صح مع بدايه الكورونا فطبعا في ازمات كتير قوي حصلت في الكورونا كنا دايما بنقول مثلا هيحصل مشكله في الحته دي مثلا مشكله مع الاطباء مشكله مع يعني مش فاكره طبعا بالتحديد يعني لو كان كتير قوي بس كان دايما بيحصل ان احنا وبنعمل تقرير يومي بكل الرأي العام والأخبار المحلية والدولية اللي بتتكلم على حكومة مصر ومصر عامة لسيادة الوزير ان هو يكون عنده فكرة على شاملة لكل حاجة. ازاي يا سارة التعليم بيفرق؟ يعني كنت قلتي برضو في احد حواراتك ان انت ممتنة ان انت بنت الجامعة الامريكية طبعا. اللي يعني جهزتك ودتك الفرصة دي لتعليمها المختلف طبعا. فهمينا ازاي جودة التعليم ممكن تفرق؟ بصي يعني انا بقول دايما ان التعليم تقولي على التعليم انه كان كويس لما يبني مايند سيت قبل سكيل سيت يبني طريقه فكر عقليه ايوه طريقه فكر وعقليه قبل ما ينمي مهارات فالجامعه الامريكيه بالنسبه لي كانت زي ما بيقولوا كده هو الملعب اللي اتعلمت فيه حاجات كتير قوي شكلت طريقه تفكيري بحيث ان ما فيش حاجه تبقى مستحيله عليا يعني اي حاجه اعرف اديرها محتاجه خبره فيها ومحتاجه وقت فيها عشان اكتسب خبره بس مفيش حاجه مستحيله عليا فطبعا ده كان فضل الجامعه الامريكيه عامه في كل حاجه وبعد كده ميزه الجامعه الامريكيه ان هي بتعلمك حاجه على كل حاجه وبتتخصصي في حاجه معينه يعني التعليم الليبرال ادوكيشن التعليم الليبرالي عامه ده ميزته ان بيعلمك حاجه في كل حاجه وبيعلمك كل حاجه على حاجه واحده فاظن دي اكتر حاجه فادتني في حياتي المهنيه كلها ان انا اقدر يعني انا اتعلمت اخراج اتعلمت تمثيل اتعلمت القاء اتعلمت اعلام اتعلمت درست مسرح مش درست مسرح كمان اتعلمت فلسفه اتعلمت سايكولوجي علم نفس اتعلمت علم اجتماع اتعلمت حاجات كتير قوي فلما تتعلمي كل حاجه تعرفي تديري اي ملف لان عندك خبره حتى لو بسيطه قوي عليه فدي كانت ميزة الجامعة الأمريكية الحقيقة يعني. عظيم. سارة سيف هل روتين حياتها وهي اتغيرت بعد المنصب عن قبل المنصب يعني؟ بصي مش قوي هو دخولي للوزارة عامة خلى تركيزي أكتر حاجة على الشغل عموما يعني لأن بنروح بدري قوي وبنمشي متأخر إلى حد ما يعني بالذات ما بيكون في ضغط يعني فأظن أن أنا حياتي بقت أكتر على الشغل وبعد كده الشغل جه مع فترة كورونا يعني أنا اتعينت مع فترة كورونا فاللي هو ما كانش في حياة أصلا غير أن أنا يعني محجورة في البيئة بالظبط فكان كويس قوي أن احنا بننزل الشغل يعني فبس ده اللي اختلف يعني.
آراء الناس ايه؟ انطباعاتهم ايه؟ يعني اللي بيشوفك دلوقتي بيقول لك ايه؟ او اللي كان بيشوفك ساعتها على طول وانت لسه فريش لسه متعينه؟ بصي يعني معظم الناس الحمد لله بفضل ربنا يعني الناس اللي تعرفني قالوا لي احنا مش مستغربين خالص، يعني كان دايما بيشوفوا ان في حاجه كبيره هتحصل، لان انا طول عمري بسعى وبجتهد، يعني الواحد لما بيسعى وبيجتهد ربنا هيديه في الاخر. فحته ان الناس كانت مستغربه ما اظنش ان حد كان يعرفني مستغرب، بس طبعا اللي ما يعرفنيش طبعا كان الهجوم جامد جدا. و بس من مين يعني؟ غريبه برضو يعني مثلا حتى يعني نشجع يعني حتى لو انا لا لا في ناس ما بتحبش تشجع، في ناس ما بتحبش تشجع، في ناس ما بتحبش تشجع، في ناس بتشوف ان الدنيا مش عدل، يعني ما اعرفش كل واحد وجهه نظره. بس يعني كانت بتتقلك في وشك انه لا لا كنت بقرا كومنتس على فيسبوك لما كان مثلا بوست ينزل او حاجه كنت بقرا كومنتس على فيسبوك يعني. بس سارة سيف حلمها ايه؟ طموحها ايه؟ بتفكر في ايه الفترة الجاية؟ نفسي قوي ابقى دكتورة في الجامعة الامريكية، دكتورة سياسات عامة في الاعلام بالذات. بدأتي ماستر؟ هبدأ ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله. ده حلم حياتي يعني، لان انا مؤمنة جدا ان التعليم هو اللي بيشكل القادة اللي جايين بعد كده. فنفسي قوي 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 الناس كلها يبقى عندها فرصة انها تتعلم زي ما انا اتعلمت، ويكون عندها الفرصة ان هي تبقى كل ما هي تحلم بيها. صحيح يعني. صحيح. في الوزارة لما بتروحي شغلك الصبح لحد يومك ما بينتهي بيبقى طبيعة اتخاذ القرار عاملة ازاي؟ مثلا بتتقابلي كم مرة مع الوزير؟ يعني عايزين نعرف تفاصيل. لا لا بقابله يوميا تقريبا. والحقيقة الميزة في معالي الوزير أسامة هيك ان هو قريب جدا، يعني عمر ما في حواجز ما بينه وبين الشباب. احنا الفريق كله 11 واحد، وال11 واحد مكتبه دايما مفتوح لينا دايما. اللي عايز اي حاجه بناخد اذن وبندخل نقابله ونتكلم في اي حاجه، نعرض عليه افكار، وفي حاجات بيوافق عليها فورا يقول لك موافق كل الموارد. جو اهد كل الموارد اللي محتاجاها معاكي. فالحقيقه هو very supportive وشخصيه عظيمه جدا يعني. سارة سيف يمكن اخر سؤال ليكي، تقولي ايه لكل شاب وشابه بيمروا بظروف صعبه مثلا مش لاقيين شغل او عندهم حلم معين وعايزين يحققوه، تقولي لهم ايه؟ انا اقول لكل الناس عامه اسعى وربنا هيكرم في الاخر، اجتهد ولكل مجتهد نصيب، لان يمكن ما تلاقيش شغل النهارده بس هتلاقي شغل اكيد بكره. فيعني لو عندنا وقت، انا كنت في كده تجربه اتفضلي صغيره قوي مريت بيها، كان في حاجه نفسي قوي قوي فيها، كان منصب وكانت في شركه كبيره جدا بتاعت اعلانات يعني، واترفضت واتضايقت جدا جدا جدا، وقعدت شهرين ثلاثه مش لاقيه شغل بعديها. وبعد كده ربنا فتح كده باب ما كنتش اصلا متخيله ان هو موجود، وربنا كرم في حته ثانيه، وبقيت اللي انا ما كنتش متخيله ان انا هنبسط في المكان ده. فلا لاي حد طبعا يمكن الطريق اللي انت بتبص فيه وعايزه يكون انت شايف ان ده اللي انت عايزه، بس ربنا اكيد محضر لك ما فيهوش خير. ربنا اكيد محضر لك حاجه اكبر في حته ثانيه يعني. احنا بنشكرك جدا واديتينا بوش على فكره، واديتينا يعني طاقه ايجابيه. ساره سيف معاون وزير الدوله للاعلام، احنا بنشكرك. شكرا جزيلا يا ساره، نورتي. شكرا قوي. ثانك يو فيري ماتش. مشاهدينا شكرا ليكم ايضا. حلقه النهارده خلصت من EUC Observer، نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.